السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هعمل على الغدا وجبة اقتصادية حلوة قوي وطعمها حلو ومغذية. هي إيه؟ المسقعة. هنعملها بطريقة سهلة وسريعة ومش مكلفة ولا أي حاجة. يلا بينا نعملها سوا ونشوف أنا عملتها إزاي. البتنجان الرومي عندي أنا جبته أهو، قطعته بعد ما قشرته قطعته مكعبات، وبرضه لو حبيتي تقطعيه حلقات هقطعيه، انا بحب اقشره. تاني حاجه بحط عليه الملح واسيبه شويه لحد بينزل ميته، وبعد كده بشطفه واصفيه في المصفى. بس هو حتى بنزل الميه بتاعته، هفضي الميه دي بقى كده وهجيب الايه الزيت واقليه. حطيت الزيت على النار اهو، بجيب حاجه ضيقه علشان ما تاخدش زيت كتير. حطها اول ما يسخن بقى هنزل بشويه البتنجان، هنزل شويه شويه واحمرهم معاكم اهو، وبعد كده ايه هنشوف هنعمل ايه. انا بعمل تيست، بحط واحده لقيتها اهو. بص هنزل شويه حلوين كده، بتبقى اسرع من الحلقات عشان انجز وقت. اهو انا من الوقت للتاني بقلب اهو بالراحه كده. وهرجع لكم تاني. بص هي قربت تتحمر اهي، هي اول طاسه بتغيب وبعد كده بتتحمر بسرعة، بس انا عايزاها تتحمر شوية لان هعملها بالصلصة. المسقعة دايما يعني البتنجان لما بتيجي تقليه بتزودي سنة في التحمير. كده اتحمرت اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف اطلعها اهي، اخلص بقى ايه الباقي بتاع التحمير، احمر الباقي وهرجع لكم. بصوا اهي ايوه، وهكمل. تحس ان ايه البتنجان بيخس كده، مش عارفه ليه. اخلص الباقي وارجع لكم. عندي بقى هنا الطماطم وده فلفل رومي، هقطعهم كلهم واحطهم في الكبه بحبه ميه صغيرين قوي، وهضربهم في الكبه وارجع لكم. انا حاطه دلوقتي اهو، انا شلتهم في المصفى اللي كان فيها عشان ما اعملش في حاجه تانية. وهاخد من شوية الزيت اللي انا كنت بقليه هنا اهو، اهو وغطي بقية الزيت عشان لو احتجت لهم في حبة بتنجان تانيين ولا حاجة. وهنزل بالثوم. احمر التوم واجهز جنبي بقيه الحاجه. انا مهديه العين مخليها وسط. دي الحتت السمرة دي ده البذر بتاع البتنجان بعد ما قليته فيه، انا خدت من اللي انا قليت فيه. ودوت البتنجان وهو
مقلي، لقيته مش محتاج بقى بعد كده ايه ملح، لو حطيت ملح هلاقيه يعني حادق، فبلاش احط بقى ملح عشان كنت مزوده الملح في تنقيعه. اقلب كده اهو، هنزل بقى بشوية خل. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفه عامل ايه؟ خل الثوم. وهنزل بالصلصة اللي كان معاه الفلفل وعاملاها. هنزل بقى بشوية الكمون اهو، هتنزلي بدبس الرمان عشان الحموضة، او حبة سكر، وهحط حبة فلفل اسود، وهحط شوية بابريكا. ناقص اخر حاجة السكينة الصلصة، يعني نحط بقى ايه حبة صلصة. على فكرة انا ما زودتش مية ولا حاجة، انا ضربتها في الكبة على طول، هسيبها تثبت حلو كده مع بعض، بعد كده هرجع لكم عشان نحط فيها المسقعة البتنجان. بصوا الزيت بينطر فوق اهو، هسيبها ايه مفيش دقيقتين تلاتة والمية نزلت بتاعتها، وهحط بعد كده الباذنجان. بصوا انا سايباها وعلى عيني العالية، هحط بقى الباذنجان عشان يشرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى كده ايه خلصت معايا. اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد ان شاء الله.